لدى غريس ألعاب جميلة. أريد شراء لعبة جديدة، لكن ليس لدي ما يكفي من المال. أوه، ابتهج كتكون، ربما استطعت شراءها فيما بعد. ما هذا؟ أحدهم أوقع حصالته. أوه، مليئة بالنقود. لو كان لدي هذا المال لاشتريت الكثير من الألعاب. لا لا، ولكن كتكون، تلك الحصالة تعود لشخص ما، عليك إعادتها. ها قد أتى أستاذ رونالد. يا إلهي، هل أضعت حصالتك هنا؟ سأله الأستاذ. هيك تكون، ربما تكون تلك الحصالة لرونكو. رونكو، أهذه لك؟ نعم نعم، إنها لي. شكرا لأنك أحضرتها. لقد وجدتها ملقاة على الأرض. هذا تصرف جيد كتكون. أنت دائما تعلمنا أن نعيد ما ليس لنا. سنذهب إلى متجر الألعاب. أتريد أن تأتي معنا؟ نعم، هذا رائع. كونوا مخلصين مثل كتكون. إذا وجدتم شيئا ليس لكم، حاولوا إيجاد صاحبه لإعادته له. كتكون وأصدقاؤه يلعبون لعبة الاختباء. 1، 2، 3، 4، 5. أسرع تايكو، عليك إيجاده. 6، 7، 8، 9، 10. هل أنتم جاهزون؟ أنا آتٍ. أنتم تختبئون جيداً، ولا يستطيع كتكون إيجادكم. إلى أين أنت ذاهب كتكون؟ ستلعب قليلاً في الخارج؟ لكن ماذا عن الآخرين؟ أصدقاء، اخرجوا من مخبئكم، لقد ذهب كتكون. أين ذهب كتكون؟ ترى، هل يمكن أن يكون في الخارج؟ دعونا نذهب لنبحث عنه. أتساءل إذا كانوا ما زالوا مختبئين. أوه كتكون، كان عليك أن تخبرهم على الأقل. انظر، ها قد أتوا. أين كنت يا كتكون؟ لقد بحثنا عنك في كل مكان. هل تأخذ حماماً شمسياً؟ لقد تركتنا ونحن نلعب. دعونا نذهب يا أصدقاء. انتظروا أصدقائي. وفي اليوم التالي. أنا آسف جداً يا أصدقاء، هل أستطيع أن ألعب معكم؟ أوه، لازلتما غاضبين. انتظر كتكون، سنذهب لمشاهدة الأفلام. أجل أجل، سأتي معكم. أيها الأصدقاء، ليس لطيفاً أن تنسحبوا من اللعبة، على الأقل أخبروا أصدقائكم بذلك. هيك تكون، هل أنت ذاهب إلى عيد ميلاد بني؟ أهلاً بافي، كيف حالك؟ أين دافي؟ أوه، ها هو دافي. انظر ماذا يفعل بافي، إنه يحاول الطيران. واو، هذا رائع، أتمنى لو أنني أستطيع الطيران. إلى اللقاء بافي. إلى اللقاء دافي. أوه لا، انظر للوقت كتكون، لقد تأخرت. تأخر الوقت على الذهاب إلى بيت بيني الآن. ربما يجب أن أذهب غدا. مرحبا بيني، أعتذر عن عدم مجيئي، اضطررت إلى أخذ دافي إلى المشفى. دافي، ولكن دافي عندي في المنزل. كتكون، لماذا كذبت على بيني؟ الآن بيني غاضب. مرحبا بيني، كنت أشاهد بافي ودافي وهما يلعبان وتأخر الوقت، لذا اضطررت أن أكذب عليك.
سامحني أرجوك، لن أكرر هذا. عيد سعيد يا بني. شكرا لك كتكون. أوه بافي، لماذا تفعل هذا؟ أيها الأصدقاء، كونوا صادقين دائما مهما حصل حتى لا تقعوا في المشاكل. مرحبا توماس، هل هذه ألعاب جديدة؟ أوه هذه الدبابة جميلة، وهناك المزيد من الألعاب. أهلا لوي، انظر إلى هذه الألعاب. هي كتكون، هل أنت متأكد من أنك تستطيع فتحها؟ ربما كسرتها. يا إلهي، عليك إخبار توماس بما حصل، لا تنسى. تفضل توماس، علي أن أذهب الآن. لماذا أنت مستعجل؟ لقد تأخرت، وداعا. انظر ماذا اشتريت يا كتكون، لعبة دبابة، دعنا نلعب بها سويا. إنها مكسورة، علي أن أعيدها؟ كتكون، أليست هذه هي اللعبة التي كسرتها بالأمس؟ سأعيدها إلى توماس. أهلا كتكون، هل أستطيع أن أشتري تلك الدبابة؟ لكنها مكسورة. أنا كسرتها البارحة يا توماس، وأعتذر عن ذلك، لكني أريد أن أشتريها. لا عليك كتكون، سأصلحها أولا. معرضون للخطأ، لكن حاولوا ألا تكرروه، وكل شيء سيكون على ما يرام. يا له من يوم رائع للتنزه. مرحبا أستاذ رونالد، يبدو أن الأستاذ سيعطي تلك البذور للأطفال كي يزرعوها، وستكون هناك جائزة قيمة لمن يعتني أفضل عناية بنبتته. واحدة لتايكو، وواحدة أخرى للوي، وهذه لبيني، والأخيرة لكتكون. أتمنى أن تكون هذه البذور أزهارا جميلة. في اليوم التالي، صحيح كتكون، يجب أن تسقي بذرتك يومياً. كتكون يتمنى أن تنمو بذرته الصغيرة بسرعة لتصبح نبتة طويلة. في اليوم التالي، مسكين كتكون، ألم تنمو بذرتك الصغيرة بعد؟ واو، انظروا إلى تلك الأزهار الجميلة. نبتة لوي نمت لتصبح وردة جميلة، ونبتة تايكو وكأنها زنبق، أما نبتة بيني أصبحت كالقطن. مرحبا جميعا، جميع أزهاركم تبدو جميلة للغاية، ولكن أين نبتتك تكون؟ لقد فعلت ما بوسعي، واعتنيت بها ولكن لم تنمو. لكن هذا جيد كتكون، لأن نبتتك لم تكن من المفترض أن تنمو. أحسنت، لقد صدقت بأمر نبتتك، لذلك تستحق الجائزة. أيها الأطفال، كونوا صادقين مهما حصل، وستكون المكافآت دوماً من نصيبكم. مرحباً كتكون، ماذا لديك هناك؟ أوه، لديك اختبارات؟ لن أدع شيئاً يلهيني عن الدراسة. وفي، عليك أن تلعب اليوم وحدك، أنت كلب مطيع. بيني يتصل بكتكون، لكن لا أحد يجيب. لماذا لا ترسل إليه رسالة وتخبره عن مسابقة الرسم؟ أتمنى أن تصله الرسالة في أقرب وقت، وإذا لم يشترك ستكون لدينا فرصة أكبر للفوز. كتكون، أليس من المفروض أنك تدرس للاختبار الآن؟ نعم، ولكن قرأت في الكتاب أن الراحة لازمة، ثم سأعود إلى الدراسة مجدداً. وفي، أيمكنك أن تحضر لي شراباً؟ وفي، وفي، أين ذهبت يا وفي؟
بعد 3 أيام. انظروا ويلي على التلفاز، إنه يعلم عن مسابقة سيشارك فيها لوي، بيني، تايكو، دافي، وأخيراً الشخص الغامض. سيحصل الفائز على كأس رائعة. يا إلهي كتكون، ستفوتك المسابقة. كيف نسيت شيئاً مهماً كهذا؟ من الجيد دائماً أن تكونوا على اتصال مع العائلة والأصدقاء لكي تكونوا على علم بكل ما يجري يومياً. هي كتكون، هل تتصل بشأن المسابقة؟ ماذا؟ هل انتهى وقت التسجيل؟ مسكين كتكون، أحتاج إلى هذا الكأس يا غريس، فأنا أحاول أن أشترك بالمسابقة. شكراً لك غريس، سوف أرسم هذا الكأس وأرسله للمسابقة. واو، متأكد أنها ستنال إعجابهم. أحسنت، انتبه لأصابعك كتكون. افتحي الباب، ربما أخبار جيدة. آسف كتكون، تأخرت عن التسجيل للمسابقة. هي مومو، هل تستمتع باللعب؟ وداعاً، عد ثانية. مرحباً توماس، أريد أن أشترك في المسابقة، أرجوك. سوف أخبر ويلي أولاً لنرى إذا كان سيوافق. هي كتكون، ويلي على الهاتف. مرحباً كتكون، لقد أحببت رسمتك كثيراً. شكراً، هل هذا يعني أنني أستطيع الاشتراك؟ آسف، لكنك تأخرت في التسجيل، لكن لا تحزن، لدي مفاجأة لك. بما أن رسمتك جيدة، سأعطيك الفرصة لتكون حكماً في المسابقة، ما رأيك؟ أجل، بالطبع أوافق، شكراً ويلي. إنها مفاجأة جميلة كتكون. هوري! وفي سعيد من أجلك أيضاً. عندما تضعون مجهوداً في عمل ما وترغبونه حقاً، عليكم ألا تستسلموا، جربوا ذلك. مرحباً كتكون، لدى لوي هدية مفاجئة لك. ترى! واو، شكراً لوي، لكن اليوم ليس عيد ميلادي. أعرف، ولكنها بمناسبة اشتراكك في المسابقة. هل هذا تصرف جيد كتكون؟ آمل أن أفوز بالكأس. هناك أحد على الباب. ها هو بيني. لماذا أتى بيني يا ترى؟ بيني، هل كل هذا من أجلك تكون؟ يا إلهي، يبدو بأن بيني يريد أن يفوز بالكأس أيضاً وسيطلب مساعدتك تكون. أنا آسف يا بيني، يجب أن أكون عادلاً بالحكم، لذا لن أقبل هديتك. هي، أنا كنت هنا أولاً وأنا الذي أريد أن يفوز بالكأس. ولكن بيني غضب وأصر على تقديم الهدية. ما الذي يحصل بينهما؟ يا إلهي، يا لها من فوضى. يا إلهي، ما الذي يحدث هنا؟ كتكون لا يعرف ماذا يفعل، ولوي وبيني هما من أفضل أصدقائه، لكن إذا فاز بيني سيغضب لوي من كتكون، والعكس صحيح. ترى ماذا سيفعل؟ ماذا قررت؟ عليك أن تكون عادلاً وتجعل الأفضل يفوز. أحياناً من الصعب أن نكون عادلين، لكن العدل هو أفضل شيء يؤدي إلى نتيجة جيدة. مرحباً، هل أنتما من لجنة التحكيم؟ أجل، ولذا سنخفي أسماء المشتركين لنكون عادلين. أوه، هذا رائع. انظر إلى هذه الرسمة، إن رسامها مجهول. دعني أرى. إنها حقاً رسمة رائعة، يبدو أن الرسام المجهول محترف جداً ويعرف ماذا يفعل بالضبط. أظن أنها أفضل رسمة، هل توافقني الرأي؟ نعم، أوافقك، فليفوز من يستحق. مرحباً أصدقاء، ها
هل تستمتعون بألعاب الفيديو؟ أتساءل من سيفوز بالمسابقة. أتمنى أن يكون كتكون قد صوت لي، ولكن لقد تمت تغطية الأسماء لتكون النتيجة عادلة. مع أنني كتبت اسمي بخط كبير ليراه كتكون. هذا مضحك، كيف سيرى الحكام رسمتي؟ على كل حال لقد سمعت بأن المشترك المجهول هو الذي سيفوز. ماذا يحدث يا ترى؟ من المشترك المجهول؟ من يكون؟ غريس؟ تايكو؟ من؟ وربما يكون الأستاذ رونالد. أتمنى أن نعرف قريباً. ربما يحالفني الحظ وأفوز أنا. حظاً موفقاً لوي. الغموض يجعلكم دائماً في حيرة. هل تعرف من الفائز الغامض يا كتكون؟ واو كتكون، تبدو فعلاً ذكياً. سيعلن كتكون اليوم عن الفائز في المسابقة. ووفي، أحضر لي قبعتي لو سمحت. أين ووفي؟ مرحبا وفي، قبعة جميلة. وفي، وفي كتكون يناديك. ها قد وجدتك وفي، أعد لي قبعتي. توقف وفي. وفي وفي اسمع الكلام، أعد إلى هنا. لا عليك، سألحق به أنا. أيها الأصدقاء الأعزاء، الفائز بالجائزة الأولى هو الرسام المجهول. وفي، ما الذي تفعله على المنصة؟ وفي، لقد أغضبتني كثيراً اليوم. يبدو أنك تكون غاضب من وفي. وفي، انزل عن المنصة حالاً. هيا وفي، نحن ننتظر الرسام المجهول. يا إلهي، وفي يرفض. هل صعد الرسام المجهول إلى المنصة؟ انتظروا، وفي هو الفائز الغامض. سأروي لكم ما حصل. سمع وفي رسالة لو المسجلة بشأن المسابقة وقرر أن يشترك بها أيضا، فرسم لوحته بينما كان كتكون يأخذ حماما شمسيا. أحسنت عملا وفي. أحياناً تكون الحياة مليئة بالمفاجآت. هل توقعتم أن يكون وفي هو الفائز؟ مرحباً تومي، انظر إلى حقيبة لوي الجديدة. ترى من أين اشتراها لوي؟ يخبره لوي بأنه اشتراها من متجر الإخوة البطاريق. انظر يا تومي، هذا إعلان متجرهم عن وجود تخفيضات. يبدو أن تومي يود الذهاب إليه. تعالوا يا أصدقاء، لدينا حقائب رائعة. تومي، ما رأيك بهذه الحقيبة؟ أظن أنها كبيرة، ولكنها آخر موضة، وربما لا يملك المال الكافي. جاء كتكون ليتفرج على حقائب التخفيضات. هل يمكنني أن أنظر إلى هذه؟ طبعاً، تفضل. ما رأيك بهذه؟ إنها جميلة ومناسبة جداً لك. نعم، أظن أنها جميلة. انظر، كما أنها خفيفة ومناسبة لكل الأوقات. أوه، ولكن تبدو للفتيات. لا 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 لا، أنت مخطئ، إنها مناسبة للفتيات وللصبيان. ما رأيك كتكون؟ سوف تشتريها؟ اشتريها ولن تندم. انظر، إن رسمتها على كل المجلات. حسناً، سأشتريها. وأخيراً نجح ويلي في أن يبيع الحقيبة. لقد كان عملاً شاقاً. بماذا تفكر يا تومي؟ إنه يفكر بأن يصنع الحقائب بنفسه. فكرة رائعة، سوف يصنعان حقائب أفضل أيضاً. تومي متحمس كثيراً. عندما لا تجد شيئاً يناسبك، حاول أن تصنعه بنفسك.